بس انت بتعرف انا عم بعمل المستحيل لحتى طالعك من هون. بس اللي عتب عليك وعتب كبير كمان. لك انا لما نهار شككت فيني طالعت من حياتي وهي ام بنتي ومرتي، وانت بتعرف هالشيء. بعرف هذا الشيء وانا اللي حكيته برا وقلت له الموقف اللي عمله كمان موقف شهامه ورجوله. طبعا لو انا كنت مطرحك ما طلقها. بس بنتك الله يعينها المسكينه يا مش عاوزه فيها. ولك انا المسكينه اللي عم تنسحب السكاكين حوالي واولهم منك. كمان اوعك طول عمري سندك وسيفك. انا بعرف نضال وامل عم يعبوا راسك علي، بس انا بكل الاحوال اللي عملته قدام بيتك هذا مرجله ومشان حافظ على سمعتك ومكانتك. انا لا تكسر نضال وامل بنوب. لك انت باي حق تسيل للزلمه قدام باب بيتي؟ شو باي حق؟ انا كرمالك لاني قريبك وبحبك وحريص على سمعتك سويت هيك. لك انت حكيت لامي عن محكوميتي بطريقه ما بيحدو. اللي صار صار، امك كانت رح تسمع مني ومن غيري. بكل الاحوال وقت اللي دريت انك فتت على الحبس وهي مريضه راحت في الله يرحمها. تعوف ما بتشوف وشك بنوب لو ما لك جايه. هي اخر مره بشوف وشك، عم تفهم؟ واذا بسمع عن قصد او عن غير قصد انك زعجتي ضلوا امالي رح اجيبك لهون. وين رح تفهم؟